الصف الخامس ابتدائي، المادة لغتي الجميلة، الفصل الدراسي الثاني، عنوان الدرس، الوحدة الخامسة، الهمزة المتوسطة المفردة على السطر. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الظاهرة الإبداعية، كتابة الهمزة المتوسطة المفردة على السطر. أقرأ أمثلة الجدول الثاني وأكتب الكلمات الملونة في العمود الثاني. بهذا الجدول أيها الطالب الكريم ستجد كلمات ملونة كتبت بلون مغاير، أريدك أن تعيد كتابتها أو كتابتها في العمود الثاني. المجموعة الأولى أو مجموعة ألف، الجملة الأولى: يتفاءل الآباء وأطفالهم بمستقبل سعيد. الكلمة الملونة هي يتفاءل. أيضا الجملة الثانية: إنا لفي زمن الطفولة والبراءة والطهور. انظر أن الكلمة الملونة باللون الأحمر هي البراءة. إذا نكتب هذه الكلمات. أحسنت، ممتاز. طيب نأتي الآن إلى المجموعة باء، تعويد الطفل على المروءة من الفضائل المحبوبة. الجملة الثانية: حياة الطفل مملوءة بالبهجة والسعادة. الكلمة الأولى، الجملة الأولى المروءة، والكلمة الثانية مملوءة. مملوءة، لعلك تلاحظ ماذا؟ وجود أو أن الكلمتين، لاحظ اسم الكلمتين التاليتين في مجموعة ألف ثم انطقها نطقا صحيحا. لعلك لاحظت فيما سبق أيها الطالب كيف أن الهمزة المتوسطة كتبت على السطر. انظر كلمة مثلا البراءة ويتفاءل، ما نوع كل كلمة من الكلمتين؟ هل هو اسم أم فعل؟ وجود الأل في كلمة البراءة يدل على أنها اسم، فتقول البراءة اسم. طيب يتفاءل تجد أنه لا يقبل أل ولا يقبل التنوين، إذا فهو فعل. إذا نقول يتفاءل فعل والبراءة اسم. ممتاز، أحسنت. طيب لكن السؤال الآخر، نحن نريد أن توصل لقاعدة معينة. لعلك تلاحظ أين رسمة الهمزة في كل منهم؟ نعم، أين رسمة الهمزة في كلمة البراءة وكلمة يتفاعل؟ ممتاز، متوسطة على السطر. إذا نحن الآن نبني حتى نصل إلى القاعدة. إذا هذه الكلمتين كتبت الهمزة فيهما على السطر. طيب ما حركة الهمزة في كل منها؟ لاحظ أن حركة الهمزة في كل منها واحدة، وهي ممتاز الفتحة. أحسنت، إذا الفتحة هي حركة الهمزة في كل من هاتين الكلمتين. طيب ما نوع الحرف الواقع قبل الهمزة وما حركته؟ لأنك تلاحظ أن الهمزة في كلا الكلمتين يسبقان بحرف مد ألف، بحرف مد ألف، وأنت تعلم أن حروف المد حركاتها دائما السكون. أحسنت، إذا نقول حرف مد بالألف سبق هذه الهمزة، وحروف المد الألف والواو والياء دائما حركتها السكون. إذا متى ترسم الهمزة على السطر؟ ترسم إذا كانت مفتوحة وسبقت بماذا؟ أحسنت، إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ألف مد ساكنة. إذا سبقت الهمزة بألف مد ساكنة وكانت مفتوحة فإنها تكتب على السطر، طيب نلاحظ رسم الكلمتين التاليتين في المجموعة باء ثم أنطقها نطقا صحيحا وأجيب عن الأسئلة. انظر كلمة المروءة ومملوءة، تأمل هذه الكلمتين وانظر الهمزة أيضا أين وضعت. انظر كلمة المروءة ومملوءة، لاحظ أننا بهذه الأسئلة نبني تعلما حتى نصل إلى القاعدة. ما نوع الكلمتين السابقتين؟ أهما اسمان أم فعلان؟ كلمة المروءة ومملوءة، الأولى فيها ألف، لذلك من علامات الاسم أن الكلمة اسم وجود الأل. مملوءة تستطيع أن تدخل عليها التنوين فتقول مملوءة،
وتستطيع أن تدخل عليها أنت وتقول المملوءة. إذن هاتين الكلمتين ماذا نقول؟ اسمان أم فعلان؟ أحسنت ممتاز، هما اسمان، هما اسمان. طيب أين رسمت الهمزة لكل منهما؟ كما تلاحظ رسمت الهمزة وسط. أحسنت ممتاز. طيب ما حركة الهمزة في كل منها؟ أيضا واضحة في الصورة أمامك أنها، أحسنت، أنها فتح. إذن الهمزتين في كلا الكلمتين المروءة والمملوءة، في كلا الكلمتين الهمزة ماذا؟ مفتوحة. الهمزة مفتوحة. ما نوع الحرف الواقع قبل الهمزة وحركته؟ لعلك تلاحظ في هاتين الكلمتين المروءة والمملوءة أيها الطالب النجيب أن الهمزتين سبقتا بحرف واحد. ما هو؟ ما هو هذا الحرف؟ أحسنت، حرف الواو مد. إذا مد بالواو، مد بالواو، وحروف المد كما تعلم الألف والواو والياء، وهنا عندنا الواو. إذا سبقت الهمزة بحرف مد هو الواو. طيب حرف المد الساكن هذا ما حركته دائما؟ إحنا قلنا قبل قليل أن حروف المد كلها حركتها ساكنة، الواو والياء والألف. طيب إذا عندنا هنا الآن حرف مد الواو، ما هي حركته؟ أحسنت، حركته في السكون. إذا نقول أن الهمزة سبقت بحرف مد بالواو وحركته السكون، أي حركة حرف المد هي السكون، وحركة حرف المد هي السكون. إذا متى ترسم الهمزة على الفطر؟ ها؟ ماذا نقول؟ كما قلنا قبل قليل في الكلمتين السابقتين، أحسنت، إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد واو مد ساكنة، يعني إذا كانت الهمزة مفتوحة وكان الحرف الذي قبلها حرف مد بالواو ساكن، أكيد سيكون ساكنا، فعندئذ تكتب الهمزة على السطر. إذا كتابة الهمزة على السطر تكتب على السطر إذا كان الحرف الذي قبلها حرف مد بالواو ساكن، حرف مد بالواو ساكن. طيب أتعاون مع من بجواري بتعبئة الجدول التالي مع استفادة من المثال الأول. انظر أيها الطالب، مثلا الكلمة حركة همزتها، الحرف الواقع قبل الهمزة، حركته، كيفية رسم الهمزة. طيب ناخذ أولا الحل أو المثال المحلول أو الكلمة المحلولة، كلمة تفاعل. حركة الهمزة كما يتضح أمامك الفتح، والحرف الذي وقع قبل الهمزة هو حرف الألف المد، حرف ألف المد. حركة هذا الحرف من حرف الألف المد كما قلنا حروف المد كلها ساكنة. طيب كيفية رسم هذه الهمزة؟ قلنا منفردة على السطر، منفردة على السطر. عد الكلمة وانظر، يتفاءل، الهمزة على السطر. نأتي الآن للكلمة الثانية، البراءة. أحسن، حركة الهمزة الفتح، حركة الهمزة الفتح. طيب ما هو الحرف الواقع قبل الهمزة؟ ممتاز، أحسنت، ألف المد، ألف المد. طيب ما حركة هذا الحرف، حرف ألف المد هذا؟ كما قلنا أن حروف المد دائما ساكنة، دائما ساكنة. أحسن. طيب كيف نرسم الهمزة؟ نرسمها على السطر منفردة كما في البراءة، البراءة. طيب نأتي إلى الكلمة الثانية، المروءة. انظر، المروءة حركة الهمز الفتح. طيب أحسن، الحرف الواقع قبلها هو الواو، حرف المد الواو، حرف المد الواو. طيب ما هي حركته؟ حركته هي السكون، حركته هي السكون. طيب كيفية رسم الهمزة؟ قلنا منفردة على السطر، منفردة على السطر. طيب نأتي الآن إلى كلمة مملوءة، وأريدك أن تجيب أنت على هذا أو على هذه الكلمة. ما حركة الهمزة؟ ها أمر، مملوءة، أحسنت، الفتحة. طيب ما هو الحرف الواقع قبل الهمزة؟ أحسنت، واو المد، أحسنت، واو المد. طيب ما حركته؟ واو المد هذا ما حركته؟ أحسنت، السكون، ممتاز. طيب كيفية رسم الهمزة؟ كيف ترسم؟
ممتاز، أحسنت، بورك فيك، ترسم الهندسة منفردة على السطر. طيب إذا نصل الآن إلى القاعدة، متى ترسم الهمزة المتوسطة منفردة على السطر؟ متى نرسم الهمزة المتوسطة منفردة على السطر؟ تقول ترسم الهمزة المتوسطة منفردة على السطر في الحالتين التاليتين: أولا إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ألف مد ساكنة، بعد ألف مد ساكنة، إذا الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد بالألف ساكن. أقول قراءة، قراءة، تكتب الهمزة على السطر. طيب الثاني إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد واو مد ساكن، الهمزة تكون مفتوحة وقبلها حرف مد بالواو ساكن، فأقول مملوءة. أحسنت، أكملوا وفق كل من يلي أو وفق المثال. لو انظر لكلمة نأى، نأى، أقول تناء، كتبت الهمزة على السطر مفتوحة قبلها حرف مد ألف. طيب سأل ماذا نقول؟ أحسنت، سأل، الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد ألف. طيب أرى، ها، ماذا تقول؟ تراء، أحسنت، تراء، الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد بالألف ساكن. طيب تلاؤم، تتلاءم، تتلاءم. انظر لكلمة تفاءل، ماذا أقول؟ تتفاءل، أحسنت، الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد ألف ساكن. طيب تشاؤم، ها، تتشاءم، أحسنت، مفتوحة وقبلها حرف مد بالألف ساكن. طيب بناء، لما أثنيها أقول بناءان، انظر الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد ألف ساكن. طيب كساء، أثنيها فماذا أقول؟ كساءان، أحسنت، كساءان، الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد ألف ساكن. طيب حذاء، ها، ممتاز، حذاءان، الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد ألف ساكن. طيب الآن نأتي إلى كلمة عباءة، عباءات، وانظر إلى أن الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد ساكن، وأقول قراءة، قراء، قراءات، ممتاز، أحسنت، مروءة، مروءات، أحسنت. وتلاحظ المروءات أن الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مد واو ساكن. الفراقة، نأتي الآن إلى الفراقة، كتابة الهمزة المتوسطة المفردة على السطر. قلنا أن الهمزة المتوسطة تكتب منفردة على السطر إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ألف مد ساكنة، فأقول يتفاءل. كذلك إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد واو مد ساكنة، مثال مروءه، مروءه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.